اخي ابو زهير واخي ابو عميد انه الدالي وعسفيا زي ما قالوا لما وحدونا فرقونا، لما فرقونا وحدونا، نحن قلب واحد فيش فرق بيناتنا. انا بقبلش انه يكون قرارات احادية في عسفيا او في دالة الكرمل، كل قرار هو قرار للمجموعة كلها. كان عندي ضابط البوليس في المجلس قال لي شو يعني شو الوضع في الدالي في عسفيا، مبين في الدالي شوي اهل الدالي في عسفيا. قلت له شو يعني بكره نزل واحد من عسفيا على الشلمة ولا على المنصورة، بلكي انا ضلني قاعد في المجلس، الله يلعن ابو المجلس كله بلعقه. هذا شيء مفهوم. نحن اخوان قلب واحد فيش فرق بيناتنا، وفيش واحد وطني على الارض اكثر من الثاني. كل جدودنا عاشوا في هاي البلاد 500 و1000 سنة وإلهم اراضي هون، واللي خاين يخونوا الله. متفقين عليها ولا متفقين عليها؟ فيش فرق بيناتنا. الجمعية الله يعطيها العافية، اللي وصلته الجمعية ما حداش وصله يا عمي. انا بقول لكم والله اللي وصلته الجمعية ما حدا وصله. وهاي الناس اشتغلت وتعبت واعطت وسهرت ليالي لما قسم منا كان نايم، ووصلت لوضعية كثير محترمة جدا جدا جدا. انا بقول لكم الله يعطيكم العافية، اللي وصلنا له اشي كثير محترم جدا، بلاش نخسر فيه. انا بعرفش كام طائفة في دولة اسرائيل ممكن، ويمكن بمعين ابو زهير والاخوان ابو مروان وخي توفيق شاهدين وخي ابو صالح، ممكن انه مكتب رئيس الحكومة ينفتح ليلة بعد ليلة بعد ليلة للطائفة ويصروا معنا ساعات على بعض ساعات. في مرات كنا من 9 على 5، في مرات كان من 5 ل 12 في الليل او للوحدة في الليل نصار يعني. وبعد مرة وروح ايال قباي ورجعوا من البيت كمان مرة صار الشيخ عمادي بيشهد. اسا في شغلتين نحن لازم ننتبه لهم. اول شغلة نحن وين ما وصلين ليش؟ لانه زي ما تفضلوا الاخوان هون، نحن بدناش جبلبل عند الجمهور. في نهاية الامر شو بده يصير؟ بدنا نفوتوا على الاراضي. انا بس بدي اقول شيء واحد بالنسبة للتلاعب تبع الحكومة بقيادة ايال قباي معنا. كان في تلاعب غير مقبول في اي مجتمع كان. انا بدعتي بس مثل واحد على التلاعب اللي هو جربوا يعملوا علينا وعشان ياخذ القرار تبعه. مثلا لما عزم لعنده رؤساء المجالس جرب يقعد مع كل واحد لحاله وهني ما وافقوش، طبعا مشكورين على هذا الاشي كرمل وجي طلع انه قالوا احنا بنقعد لانه احنا كبلد واحد وكشعب واحد وكارض واحد احنا مش ممكن نتقسم. ولما كمان احنا ما علمناش في القضية انه عم بقعد مع افراد ومجموعات غير الجمعية، قدرنا نتوصل لايال قباي وفي الاخر كمان طلب انه ننزل على نروح على القدس ونقعد معه. واحنا طبعا كان عندنا عدة محادثات معه في هذا الموضوع. واكثر اشي اثر على قرار حكومي ستقولكم شو بس في كلمة بسيطة، هو قرار رئيس الحكومة نتنياهو لما طلع عبر وسائل الاعلام وقال احنا بدنا نفوت ونعزز الشرطة وندخل، وبعدين اجى قرار الحكومة اللي زاد الطين بلة على اشياء اللي احنا كجمعية وحتى كرؤساء مجالس ولا واحد معاه خبر في اللي كان. هذا كان كل اشي اسمه بخدري خدرين عندي. القرار اللي طلع في 31/1/2010 اللي هي يوم الاحد اللي مضى، اخلتان مسبار 1308 شلمي مشلا حبور مفرات حيفا للتشتيات غازة تيفي مخلتين. هيك ببلش محلتين، مش استشاروا او بدنا نستشير. لاميت ات اكرونوتا بيتسوي اللي بعلي كركوت بمفارا كيشو بهم تسفو يطلع فور التشتيات اليومية تبقوت اكفيش مسبار 6 كافة سينورا غازة تيفي ومسيلات ركبة عمك اكفيش يكوب شو علي ديت سيفت برشوت ما يكال مسرد روشن. لا استشارونا، لا اخذوا راينا، ولا جربوا حتى يحكم معنا. يمكن كل القضية كانت بس من شان يفرشونا نحن بدنا نحل لكم القضية، أما بالفعل ما كانش في شيء. في كل الجلسات أنا 10 مرات طلبت من الخرائط مشان نشوف وين إحنا بدنا نكون وشو كيف بدنا نشتغل وكيف نحضر حالنا. إحنا حقنا أصحاب الملك نفرجيهن وين. كل الوقت كان في تهرب. بعد قبل ما طلع قرار الحكومة أنا والأخ أبو زهير خليل وأبو إيهاب توفيق مع الشرطة ليه؟ في الأخير مش طيب، وإيهاب قدرت
بعد عدة توجهات او عدة حتى تفتيش تنقول اني فتشت عليك وللوقت لون انتهى تمسكته لايران ايران روفيني قررت معه جلسي ونزلنا على الجلسة وهناك كمان طلبنا منه خرائط لانه اللي اعطونا اياها في مسراد روشامي مشلا عشان تعرفوا شو اعطونا اعطونا في منطقة اليكيم 94 متر 94 دونم في هاي الصورة اسه بقول لكم ليش انا بفرجيكم اياها واعطانا بعدين هاي الخريطة اللي هي وضح هاي في ارض المنزلات استنى قلنا اليكيم مثل الشيخ مصالح منيح اسمع منيح هاي الكلمة هاي اليكيم مش المنزلات طيب اليكيم انا بعرف شو بحكي اترك وشو الحلكات وبطلب بدناش هاي الملاحظات اذا في ملاحظات بس اخلص كلامي لاحظ واعطونا هاي الخريطة التصوير الجوي على 230 دونم وين تل الواير وتل القسيس لما طلعنا عليهم وفحصناهم في البيت وبعد ما قعدنا اول جلسة في حيفا يوم الثلاثة اللي مضى هذا الثلاثة لانه شكينا في الامر قلنا له احنا بدنا مخطط مفصل على اراضي اليكيم يتبين انه خط الغاز قاسس القسيمي اللي بدنا يعطونا اياها وبعد ما ضغطناهن وبعد ما ضغطناهن سلمونا هاي الخريطة يوم الثلاثة خلي هون اعطونا 638 دونم اللي منهم القسائم هذول اللي فرجتكم عليهم هون 32 31 19 20 اللي هن 220 وهون اعطونا اياها مش كيف موجوده هون اللي اختصروا منها وين بدي يمرق عبر اسرائيل والغاز واعطونا في منطقه التشبي فوق وتحت تحت الشارع بين المخلفين وفي الارض اللي بتطلع وين الصيري تبعت عم نور الدين نعم يا حبيبي رفيق واعطونا كمان عند الراي كريات حروشه مناطق منفرده برجع بقول رتسعوت يعني في منطقه الياجور هون كيبوتس الياجور هون بيت معصر كيشون وزادونا 100 دونم كفار هنوع ردتي حد يبطل في عليها طلبات عشان نكون صريحين الارض احنا ما انا ما بعرفها وانا قلت في كل الجلسات وهناك كمان حكينا انه احنا بدنا نطلع مع شاي اللي مفتش تبع مديريه الاراضي في حيفا عشان نشوف الارض في العين قبل ما احنا نوافق عليها اذا احنا بدنا اياها وبدناش او قبل ما نعرضها لاصحاب الملك غير هذا كله بعد قبل ما احنا طلبنا الاراضي في لما كان الله يرحمه العم دفن العم رفيق علي انا بعثت على مكتب رئيس الحكومه لايدين الشيخ موفق هناك صارت 16 ورقه اللي هن 17000 دونم 17000 دونم اخذوا مني وقت كثير 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 طلع حضرين 16 ورقه هون الله يوفقك وقدمناها عشان نفرجي الحكومه ان احنا عارفين كل شبر ارض بعد المماطله اللي عملوها معنا من غير ما يعطونا الخرائط احنا بدنا منهم بدنا نشوف وين عم بدي يقولوا لنا في اخر جلسه قالوا احنا بدناش ال 17000 دونم احنا بدنا تعطينا في المناطق الزراعيه يعني بمعنى الجليليت جيم ال 400 وما يوجد في قلب مناطق النفود قلنا على راسي رجعت قدمت ما يقارب 4000 دونم في عسفه وفي الدالي كمان اخذ منا وقت وطبعا مكتب انا مجبور هون اتشكر مكتب المساح لبيب حلبي على كل مساعده اعطاني اياها قدمنا الدونمات واعطيناهن اياهم في الايد واخر جلسه اللي كانت يوم الاحد كمان